ما أشاء. أنا لا أشاوي إلا أن أقتل رسول التبع اليمني فور وصوله إلى هذه الديار. إلا هذه؟ وهل ستمنعني؟ نعم أمنعك. منعني إن استطعت. تصور أن أبي قد وافق على إعطاء الجلية للتبع اليمني. كيف يوافق؟ وأرسل يجلب جهازها من الشام. نقتله. أبي؟ لا قصدي نقتل الجهاز. أقصد هل قبل وائل بذلك؟ لا أعرف ماذا قال وائل. ما رأيك أن؟ رأيي أن نرحل عن هذه الديار ونتركهم يزوجون الجليلة؟ مستحيل. كفاك تلفتا. قلنا لك إن وائلا سيكون بانتظارنا. جساس إلى أين تأخذني؟ أنا لم أعد واثقة مما تفعله. منذ متى أخطط والزهراء لأمور مشتركة؟ أإلى هذه الدرجة تشكين بنا؟ حين يكون في الأمر ملوك لا أمن على نفس أحد، أي شخص يمكن أن يشترى؟ أتسمع أختك يا جساس؟ جليلة، نحن سنقضي أياما عند خالنا المنجد. هناك لن يخطر ببال أحد أن يبحث عنا. ألا يسرك أن تري أخاك شاليش؟ وهل نحن هاربون من الملك التبع ووزيره؟ لا، نحن حتى الآن نهرب من خالتك سعاد. سأشرح لك كل شيء فيما بعد. ليس هناك ما أقوله لك الآن إلا أن وائلا ينتظرنا هناك. أتعرفين معنى أن أقبل حتى بالتظاهر أنني خادمتك؟ هيا بنا، سأوضح لك كل شيء في الطريق.